الله يريد منا عمل؟ لا، الله يريد منا عمل ما في شوائب، عمل لله. ليش؟ لأنه هذه الروح متى تكون مؤهلة للقاء الله؟ فمن كان يرجو لقاء ربه متى تكون مهيئة؟ إذا الروح نمت، إذا الروح ارتفعت إلى ذلك المقام وإلى ذلك المستوى. شلون الروح ترتفع إلى ذلك المقام وإلى ذلك المستوى؟ العمل الخالص هو الذي يهيئ الروح. أنت من خلال هذا التجاذب ومن خلال هذا التنازع الداخلي، أفعل لله أو لا أفعل؟ هذا التنازع، هذا الصراع هو الذي ينمي الروح. أما إذا العمل كان لغير الله سبحانه وتعالى، كان لكي يقول لك الناس أحسنت، هذا العمل لا ينمي الروح، مو فقط لا ينمي الروح، يسقط الروح. عندما أنا أنفق في سبيل الله، هذه الروح فيها طبيعة الشح، صراع بين العقل وبين النفس. في هذا الصراع عندما تنفق، الروح ارتقت درجة، أصبحت مهيئة. ولكن عندما ينفق لكي يقول الناس إن فلان قد فعل هذا العمل، مو فقط الروح لا تنمو، بل تتكرس في هذه الروح دواعي الأنانية، دواعي الشهوة، دواعي الغفلة. فهذا العمل بدل ما يرفع النفس يخفض النفس ويسقط النفس. ولذلك من الناحية الفقهية، اللي يعمل عمل رياء هذا مو فقط لا ثواب له، بل عليه العقاب. يعني الذي يصلي لا لله، هذا العمل فيه عقاب. الذي ينفق لا لله، هذا العمل ما في ثواب، بل فيه العقاب أيضا. هذا معناته واحد ما ينفق؟ لا، لأنه إذا ما أنفق ما أصبحت هذه الروح في مستوى النشأة الثانية. لازم ينفق، ولكن يجب أن يكون إنفاقه لله سبحانه وتعالى.